أمسكه. هيا هيا جعاني الجائع. ليس عليكم أن تأكلوها. اليوم أمنح جائزة رمز الوفرة الذهبي إلى أرجوك جرب سلطة برجر اللذيذ. ما هذا؟ دخول متأخر؟ شطيرة طبيعية. سلطة برجر. هذه أكثر النكهات الطبيعية التي استمتعت بتذوقها اليوم. الفائز هو سلطع برجر. أهلا يا شباب، إنه عيد الاستكشاف. هنجا دونجا دانجدي. أهاي بسيط، إنه عيد الاستكشاف. هناك رسالة. سبونج بوب، خرجت لشراء ورق ضخم. بسيط، ملحوظة، عيد استكشاف سعيد. يا لسوء الحظ. ذكرى صداقة. ذكرى صداقة سعيدة. سبونج بوب، كم الساعة الآن؟ دقيقة قبل منتصف ليل اليوم الذي التقينا فيه. كل شيء هنا في كتاب ذكريات شفيق. ماذا؟ هذا نحن في المخيم عندما انتقلت إلى المنزل المجاور، وهنا عندما تم اختياري كموظف الشهر بدلا منك ثانية، وهذه التقطتها منذ دقائق. انظر مثل الملاك. حسنا هذا يكفي. اذهب. حسنا أراك لاحقا صديقي. صديق 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 شفيق. حسنا سأرد. ما الأمر يا سبونج بوب؟ هل تعرف ما هو اليوم؟ يوم إزعاج شفيق؟ لا يا ظريف، إنه في 15. اليوم هو بداية التحكيم لاختيار موظف الشهر. سبونج بوب، ألا تعرف أن هذه الجائزة خدعة؟ ماذا تعني؟ مستر سلطع يعطيك الجائزة لتعمل أكثر دون المزيد من المال. هذا غير صحيح، يعطيني إياها لأني أعمل أكثر. لو عملت أكثر ستفوز. من أجل ماذا؟ حتى أضع صورتي على جدار الخجل؟ أصدقائي، نجتمع هنا اليوم كي نربط بين هذين القلبين في الحب. سبونج بوب، هل تقبل ساندي أمور زوجة لك؟ أقبل. يا ساندي، هل تقبلين سبونج بوب زوجا محبا لك؟ بكل تأكيد. حسنا إذن، أعلنكما إسفنجة وسنجابة. يمكنك أن تقبل العروس. أنت فاشل. أسوأ مسرحية شاهدتها. لا تستحق ثمن التذكرة. كيف أساعدكما؟ لقد سرقنا بالونا. سرقنا بالونا. المشكلة هنا. يبدو أنهما سرقا بالونا. ماذا ستفعلان بنا؟ حسناً اتبعاني. إذا كنت تخاف من الحبس لا ترتكب الجريمة. انتهى الوقت، الآن اذهبا. لكن سرقنا بالوناً. نعم، في يوم البالون المجاني. مرحباً يا صائد القناديل، لابد أنك جديد. قناديل. صيد القناديل. مرحبا بك. أين قلقي؟
صيد قناديل. لا أستطيع التحمل. يا شفيع. شفيع، الجميع يحبك، هل تستمتع بأكثر الأوقات المرحة مرحاً؟ لا، أنا لا أستمتع، الجميع يحبني ولا يسمحون لي بالمغادرة. اقتربت منها، علي فقط أن أعبر. مهرجان العناق السنوي؟ هل يحتاج أحدهم عناقاً؟ لا 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 لا، ليس الآن يا. لا تكن خجولاً يا فتى. سيدتي، إذا لم تدعيني أذهب الآن سأصبح مجرماً في النهاية. أعتقد أن هذا تهديداً. أنا آسف جداً. هيا يا سبونج بوب. وها هو شفيع حبار يظهر لنا في شكل فني زجاجي غريب للغاية، أو قد يكون أتعس عرض للوحدة يؤسفني أن أعلن عنه، وأميل إلى الشك في أنه شخص بلا أصدقاء ولا يرى غير نفسه. ستكون دائما الشخص الإضافي لي. ما الذي يحدث؟ لا نرى هذا كل يوم. جميل. آخر مرة رأيت قمرا بهذا الحجم في صف العلوم. منذ متى والقمر أخضر؟ الجميع يعرفون أن القمر مصنوع من الجبن يا سبونج بوب، علق في الفضاء منذ زمن وبدأ يتعفن، لكن يمكنني أن ألتهمه. هذا ليس القمر يا رفاق، القمر يظهر في الليل، نسيتم؟ هناك أمر مريب يحدث. يا أطفال، انظروا إلى الصخرة الرائعة في السماء. لا نرى هذا كل يوم. هل رأيت هذا يا سبونج؟ سبونج بوب؟ جبن أخضر، جبن أخضر، جبن أخضر. سبونج بوب، بسيط. أنصتوا إلي جميعا، ابتعدوا عن الضوء، الضوء سيء. اهربوا إلى الظل. رومانسي جدا. عزيزي يوجين، أريني وجهك الوسيم. أنا دائما مستعد لأن أريك وجهي. يا، اذهبوا إلى الخارج وانظروا إلى القمر المدهش. مرحباً وبالطبع قمر نبتون دائماً ما تتبعه شمس نبتون. لا ترى هذا كل يوم. معاً اشتري لي برجر. أهلاً بعشاق الرياضة في ألعاب قاع الهامور السنوية للطباخين. أعلن افتتاح ألعاب الطباخين الآن. أعلن افتتاح ألعاب الطباخين الآن. Thank you.
الذي هكذا. أحسنت يا فتى. ماذا هذا فقط؟ ها هي سيدة نفخة تأتي. واو، في هيئة بالونة. واو، أريد هذه البالونة. صخرة بسيط، هي عربة لا تطير. يبدو أن بابل باس يركب في عربة عريس البحر والحلزون الصغير. وما هذا؟ في مفاجأة مذهلة، إنه فريد وعربته المذهلة ساقي. ساقي ساقي ساقي، أنا داخل ساقي. أشم الشحوم. أنت لست تشم رائحتي، إنها العربة من مقرمشات سلطع. تقدم أكثر من مليون سلطع برجر يوميا للجميع. ها هو البخيل الذي يحبه الجميع، مستر سلطع. هذا شيء جديد، شرائح البطاطا المقلية. أخيرا جاءت عطلة الأسبوع، وهي ليست مثل أي عطلة أخرى. في هذه العطلة سيذهب سبونج بوب وبسيط للتخييم. ألن يكون رائعا إذا تاه في الغابة ولا يعود أبدا؟ بسيط، أنا خائف. من شأنه أن يكون رائعاً. انتظرت هذه اللحظة طويلاً. فراش ناعم، شاي ساخن، كتاب مدهش، يومان كاملان بدوني. ما هذا؟ سبونج بوب، ألم تذهب للتخييم؟ نحن نخيم. سبونج بوب لا يعد تخييما إذا كنت قريبا من منزلك. لا يهم أين تكون طالما أنك في الخلاء. بينما يستلقي أهل المدينة الضعفاء في فراشهم يقرؤون، سنكون نحن هنا نخاطر بحياتنا في مواجهة الطبيعة. بدأت قصة عريس البحر والحلزون الصغير هنا. هيا يا هاني، أسرع، الفيلم على وشك أن يبدأ. أين الفشار؟ إنه في الفرن يا تامر. وفي تلك اللحظة في الشقة التي في الأعلى، كان عالم مجنون يجري اختبارات على نمل إشعاعي. أسقط وعاء مليئا بالعينات، زحفت إلى الدور الأسفل وهبطت دون أن يراها أحد، ثم عضت بكل قوة بطلنا العجيب، صرخ من الألم. عثر إلى الخلف. ما هذا الذي؟ وفي أقل من ثانية وجدا أنفسهما في حالة سقوط، واخترقا سطح مصنع خزانات الحامض، وسقط في خزان حامض أسقطته سفينة أهل الفضاء، وانطلق الاثنان فوق موجة من الحامض أثناء كسوف الشمس في سنة كبيسة، ثم انحرف نحو موقع اختبار القنابل، وأدى انفجار هائل لتعرض البطلين إلى غازات سامة، ثم وبدون أي مقدمات اقتربت منهما سحب عجيبة، وصعقهما وميض البرق المحمل بالنيون وسائل إشعاعي ممطر، ومن خلال قوة مركزية ومطبات هوائية يضرب زلزال قوي للأدغال على بعد آلاف الكيلومترات، فتخرج من الأرض بلورة عجيبة ذات أجنحة تطير إلى موقع تامر وهاني مشحونة بتيار سوبر جاما، وتطير بهما في الهواء إلى أن دون أن تدرك اللورة تصطدم بلوحة إعلانات وتلقي بالاثنين في شقتهما ثانية دون أي إصابات. وهناك هي الفشار جاهز. يواصلان مشاهدة الفيلم ويتناولان الفشار المحروق قليلاً. أنت طهوته أكثر من اللازم. وفجأة تضرب هزة مرتدة بفعل الفشار المطفو أكثر من اللازم، طاقة كونية هائلة، وتجعل هاني بطلاً عجيباً قوياً، يضع نجمة بحر على أنفه، وتامر بطلاً أقل قوة لكنه عجيب ويشبه البحارة. أشعر برغبة ملحة ومفاجأة في تنفس الماء بدلا من الهواء. وأنا أيضاً. وهكذا أصبح هذان البطلان العجيبان.
حريس البحر والحلزون الصغير حارسي الأعماق. لكن ليس قبل أن أقرأ العبارة التشجيعية اليومية. أنت فائز. اليوم أول أيام الصيف. أول أيام صيف سعيد يا شفيق. أتعرف نشيد تغيير الفصول؟ لا بأس من السير على العشب. الصيف لا يحتاج أحذية. أنا لا أحب فصل الصيف يا سبونج باب. يا إلهي اهدأ يا فتى. ما زلتم أحياء؟ أين كنتم؟ إنه عيد الابتعاد عن سبونج بوب. عيد الابتعاد عن سبونج بوب؟ نعم، يوم كامل مخصص للابتعاد عنك. يوم؟ لكنكم اختفيتم أسابيع. نعم، لقد انتهزنا الفرصة. حتى أنت يا بسيط. الكل يحتاج إلى يوم راحة على الأقل. يسعدني استمتاعكم. ابتهج يا فتى، إنه يوم كامل حافل بذكراك. حقا؟ بالطبع. أولا صنعنا تمثالا ضخما لك، ثم أحرقناه تماما. أحرقناه تماما ورقصنا فوق الرماد ولم ننم ليلتها. واو، يوم كامل للاحتفال بي. لا يهم، انتظر إلى أن ترى يوماً بلا بسيط. هيا يا أصدقاء، هيا بنا. أين ذهب الجميع؟ يا رفاق، يا رفاق. إذن هل أنت مستعد للذهاب إلى المنزل؟ لا، لتبادل الهدايا في يوم أخوة الموظفين. مستر سلطة، تدفع لي مقابل الوقوف عند الخزينة وأخذ الطلبات، لكن لن تدفع لي ما يكفي أبداً مقابل التصرف بأخوة تجاه هذا الفتى. أسلوبك هذا هو السبب وراء قيامنا بهذه الخدعة الصغيرة. انتبه جيداً، الفتى يحمل لك مفاجأة. شفيق، تكريماً ليوم أخوة الموظفين أقدم لك هدية. تدا! أنا أحبك. جربها يا مستر شفيق، عليها كلمة أحبك بالحجم الكبير. لم أكن متأكداً من حجم فتحة العنق فاستخدمت بطيخة. هل أعجبتك؟ تحك قليلاً مما صنعتها. رغموش، الطلب جاهز يا شفيق. أتعرف لما لم أستخدم يدي؟ أمر لا يعنيني. حسناً، إذن سأخبره. طلبك يا سيدتي. لست أستخدم يدي لأنه يوم العمل بدون يدين. جرب الأمر. مقرمشرة سلطة سبونج بوب. يوم طعم سعيد للجميع. يوم طعم سعيد لك. يوم طعم سعيد لك. وهنئك بموسم الطعم. أنا رسميا أعلن اليوم يوم الطعم. واو، مذاقه سيء، لكن روح العطلة تبقينا في حالة إنكار. إصبع القدم. أسف الرحيل. يوم الضد. سبونج بوب، ماذا تفعل؟ مرحبا يا شفيق. إلى اللقاء يا شفيق. أليس يوم الضد رهيبا؟ سأخبرك ما الرهيب، السكن إلى جوارك، أنت أسوأ جار في التاريخ. واو، هذا ألطف شيء قاله أحد لي يا شفيق. إذا رأت وكيلة العقارة هذه الفوضى لن أبيع منزلي أبدا. أليس رائعا؟ في يوم الضد نعم.
ستهديني مهرجانا لي يا رفاق فلترحلوا، إنه مهرجاني. ليس مهرجانك. خذ، لما لا تأخذ هذا القرش؟ يا خبر، إنه قرش، لطالما كنت أريد قرشا. ليس القرش. خذ القرش الآن واشتري غزل البنات. غزل البنات؟ لا أصدق هذا. ما الذي يسعده هكذا اليوم؟ الأول من إبريل؟ كذبة إبريل هي عطلة سبونج بوب المفضلة. مستر سلطع، لن أستطيع المجيء، لقد وقع لي أمر رهيب. ماذا حدث؟ وقعت عيني على التاريخ. انتظر يا شفيء، جاء شخص ليقابلك، يقول إنه من متحف الفن البحري، يريدون الاحتفال بك كفنان الشهر. لقد وصلت. ما المضحك؟ أين الضيف؟ رحل للتو. نعم، لقد طلب منا أن نبلغك. تبلغاني ماذا؟ أن أقول لك إنها كذبة إبريل. حسناً، ساعدت بالعمل هنا، أشكرك على كل شيء يا مستر سلطة. بسيط، يوم أصحاب سعيد. هذا اللبان هو أغلى ممتلكاتي، سأهديه لأعز أصحابي في يوم الأصحاب. بسيط، هذا شرف لي. ماذا بك؟ أهديتني هدية رائعة وأنا جئت لك بهذا. مرحبا، أنا روبوثنان واحد، خادمك الآلي الشخصي، مبرمج لتوفير أكثر من 250 ألف خدمة. هل تريد المخبوزات؟ لذيذة وساخنة، سبونج بوب هدية رائعة. يسعدني أنها أعجبتك، لكنها ليست لبانا كبيرا مسليا. لقد طلبت مسترد كثيرا. والآن مع الحوت. مئة ياردة. لنرى إعادة فورية. مدهش. التالي عضلات. مئتان وعشر ياردات. والآن مع ساندي. خمسمائة وعشر ياردات. مدهشة. نافسني يا سبونج بوب. والآن سبونج بوب سكوير بانتس. سبونج بوب، سبونج بوب، سبونج بوب، سبونج بوب، سبونج بوب. أمزح فقط، أمزح. سبونج بوب، هذا أكثر إضحاكاً من أي شيء. انتهى أمري، سيكتشفون أنني مزيف. لن أستسلم، يجب أن أحاول. أنا لها الذراعان مثبتتان، لست ضعيفاً، أنا قوي. خسر خسر، أعطني لوحة، هيا أعطني. ساندي ساندي.
أحسنت يا سيدتي، انضمي إلى الحفل، لكن يجب أن ينتظر الصغير في الخارج. لونه لون سمرة الأطفال الصغار. نعم، لكن صغيري كيف تفعل هذا؟ لا عليك يا سيدتي، يمكنه الانتظار هنا مع المنبوذين. أوه لا تبكي، سنحضره العام المقبل. التالي. إيه، يبدو أنكم أخذتما بنصيحتي، أحسنتما يا شباب، ادخل الحفل. حسناً يا رواد الحفل، مزيداً من السمرة. يجب أن أخرج. ماذا؟ هل ساعتني هنا؟ فورا يا صديقي، يا رفاق افسحوا المكان، الأرض لك الآن، أرهم يا فتى. لا يا بسيط. براق جدا عزيزي، انظر بعيدا. والآن سيداتي وسادتي، اللحظة التي كنتم تنتظرونها، لقد احتفظنا بالأفضل للنهاية. أريدكم أن تصفقوا جميعا لشفيع الذي لا مثيل له. ما هذا؟ سأخسر نقودي بالتأكيد. سأشتري بكل ما معي. يا سكان الأعماق، لا تفقهون شيئاً عن الموهبة. شفيع، هل سأظهر الآن؟ نعم، انتهى العرض. إنهم يريدون المزيد. قف جانباً يا سبونج باب. لا، هؤلاء ليسوا أصدقائي. في الواقع أنا أكره كل شخص هنا، لكن بما أن حبي للمعارك التاريخية كبير، أنضم إلى هؤلاء كل عام لنمثل معركة قاع الهامور. أهناك معركة لقاع الهامور؟ حسناً، حقاً يا سبونج بوب، إنها أكثر الأحداث أهمية في تاريخ قاع الهامور. قبل سنوات طويلة كانت البلدة مقسمة إلى مجموعتين، مجموعة تقضي وقتها كله في غسيل أيديها مثل الحمقى، نظيفتان جدا، ومجموعة لديها أمور أخرى تقضي وقتها فيها. تبدو جيدة في رأيي. إن هذا أمر مقزز. حق، لا يمكنك التجول في بلدتنا تلمس الأشياء بهذا القفاز المتسخ. حقا؟ نعم.
وهكذا فزنا بحقنا في غسيل أيدينا حين نشاء. ليس هذا ما حدث. هيا ننضم إلى العمدة في احتفال ما قبل المباراة. والآن لإضاءة شعلة الروح الرياضية الجيدة، أرجو أن ترحبوا معي بأول بطل في سباق الحلزون، البرق لاري لوسيانو. يشق طريقه إلى المنصة، ويا لها من لحظة فخر لهذه الرياضة. الجمهور مجنون به تماماً. بلاري كاد يصل. نعم يا سيدي، أي دقيقة الآن؟ وبعد ساعتين تقريباً قطع ربع المسافة. الشعلة أضيئت ليبدأ السباق. سبونج بوب ستنظم زفافي. يشرفني يا مستر سلطع. رائع، هذه ميزانيتك. مستر سلطع، سأمدد هذه العملة حتى تتوسل لأتركها بدون إهانة للعروس. أيهما تفضل، الأحمر أم الأصفر؟ تدا! والآن سيقوم الثنائي بتبادل العهود. يوجين، لديك كل شيء أردته في الرجل، هيكل قوي وعينان طويلتان فظيعتان ووصفة سلطع برجر السرية. كاشينا، جئت إلى حياتي عندما ظننت أني سأقضيها وحيداً. أوضحت لي الأمر جيداً، المال لا يمكن أن يشتري الحب، لكنه يمنحك الحب. الآن قبل العروس. معكم بيركنز في بث مباشر من بطولة قاع الأمور للمصارعة الحرة، الاشتراك مجاناً. مجاناً؟ أعطني 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 أعطني. على ما أحصل؟ سوف تحصل على أفضل الأحداث في موسم المصارعة الجديدة. مئات المصارعين من حول العالم يواجهون بطلي الوزن الثقيل. أي شخص يهزم هذين العملاقين يحصل على لقب البطولة. أمر تافه. وجائزة مالية قدرها 1,000,000 ورقة. مليون ورقة؟ جائزة نقدية. أعطني 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 أعطني. نقود 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 أنقذوني النجدة. لا أحد يستحق أن يعاني مما رأيته بعيني هنا اليوم. انتباه يا أعضاء مجموعة البخلاء، أنا مستر سلطع أنفقت على رحلتي طابعاً ثمنه 1 قرش. شكراً شكراً.
هل هناك من غلبني في هذا؟ شادي البخيل، شكرا لأنك وفرت لي توصيلة مجانية، لم أنفق قرشا واحدا. رائع، تمنى له الحظ يا فتى، ستحتاج إليه. حظا طيبا يا أب. هيا، شكرا للجميع على حضوركم إلى هذا الحفل الكبير للاحتفال بالنجاح الباهر لسلطع برجر المجمد. تكريما لهذه المناسبة سنعرض العرض الأول للإعلان 400، وجاء ليقول كلمة. واجهة الشطائر المجمدة صديقنا نجم بسيط. هيا تعال يا بسيط. مساء الخير سيداتي وسادتي والآخرون، أعرف أن جميعكم متشوق لرؤية الإعلان 400، لكن قبل أن نراه أريد أن أقول إن الشطائر المجمدة مصنوعة من الرمال. مستحيل، لقد كنت غنيا. إلى اللقاء. أهلا بكم في كبسولة زمن مقرمشات سلطع المدهشة. هذا صحيح، بعد 50 سنة سوف يتم اكتشاف كنوزكم التي تتبرعون بها على أيدي الأجيال القادمة. حسنا، تولي أنتما أمر التبرعات. نعم يا سيدي. لا يهم، سأذهب وأتولى أنا أمر التذكارات. يجب أن يرى أهل المستقبل هذا كي يعرفوا كيف كنا نحمص الخبز قبل النوم، كي يقدروا قيمة القمامة. عليك دفع 5 قروش رسم التبرع. وها هي سلسلة مفاتيح كبسولة الزمن التذكارية، عليك أن تدفع 49. لكنها مصنوعة من الدبابيس الصادئة والورق المقوى. حسناً، من الصعب التفاوض معك. سأعطيك أيضاً كوبوناً لمكعب الثلج مجاناً إذا اشتريت أي مشروب في مقرمشات سلطع، ما رأيك؟ اتفقنا. الذكريات التي نحملها في هذه الغرفة نفسها ستجدها في كتاب الذكريات. ها نحن في عيد الاستقلال، وهنا في عيد الحب. كنت وسيماً هنا. ما خطبك يا أمي؟ إنه اليوم المجاني في حديقة حيوان قاع الهامور. بالونات مجانية، مشروبات مجانية، لمبات مجانية. أها، طاب صباحكما. المحطة التالية محل الهدايا. عملاء متجر الأدوات الكرام، مغلق بمناسبة يوم الدولفين، نراكم لاحقا. يا إلهي، أين أعثر على مثقاب الآن؟ متى يبدأ بهاءك الشتوي؟ بعد أسبوع. لكن يا ساندي، لدينا 1، 2، 3 160 ساعة من اللعب. تقول لي هذا؟ ويجب أن ننجز الكثير. يجب أن نتسلق بعض الأشياء. نتسلق؟ يجب أن نقفز من فوق أشياء. نقفز؟ ويجب أن نمرح. نمرح؟ لا أريد الذهاب للنوم بعد. انتظر يا ساندي. لا أستطيع هرق دهوني خلال النوم. ساندي، ماذا؟ ساندي، أنا مستعد للتضحية بأي وقت ملكي لم أبيعه لمستر سلطع من أجلك. يسعدني هذا يا سبونج بوب، لأنه على مدار الأسبوع القادم لن يكون هنا إلا أنت وأنا وقطرات العرق. كل 1000 سنة تصطف الكواكب بطريقة تتكون بها الموجة المثالية. المثالية؟ إنها أكبر وأسرع وأطول وأعلى وأفضل موجة في العالم على الإطلاق. نسميها الكبيرة. اعتادوا أن يسموني الكبير. إنها الموجة الوحيدة التي يمكن ركوبها للعودة إلى قاع الهامور. يجب أن تركبوها، وإلا ستبقون هنا إلى الأبد. الكبيرة اقتربت منا. آه،
تحرجني ثانية. مرحبا يا شفيق، أعني الهولندية الطائر. ها، ما هو تنكرك؟ أنا سمكة ذهبية في طبق سمك. لا أفهم. لقد نسيت. أوهو، تقليص. لا 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 نعم هو يا بني. يبدو أن الحشد جائع ويشعر بالإثارة ويتشوق للطعام. في أي لحظة ستفتح تلك الأبواب وتكشف عن أكثر مسابقات الأكل قوة في تاريخ يوم التأسيس. مقرمشات سلطع، قمصان، قبعات مخروطية وأسنان بسيط. اليوم بطلنا بسيط المتسابق الشجاع سيواجه أوزوالد ماكنوليتي الفائز بالحزام 5 مرات. يمكننا أن نتخيل مدى التوتر بين هذين الرياضيين بينما يستعدان للمواجهة النهائية. هاي، كيف الحال؟ سيداتي وسادتي، متعوا أعينكم بالجرأة وتحدي الموت. معكم المتسابق الرائع سبونج الطائر. انطلق، لا تمت، طر قريبا من الأرض، لا تمت، اهبط، لا تمت، بسيط جدا. اسمي ستيف والمناجل لعبتي. تحتاج منجلا؟ ستيف يوفر لك منجلا واحدا يناسبك. ابتعد يا ستيف. اوه، لدي تخفيض. ساندي، انا متوتر. لا لا اريد هذا. اطمئن يا سبونج بوب، ستكون بخير تماما، صدقني. استعدوا يا اولاد، الفرس طليق. اكرر، الفرس طليق الان. بخير تماما. صديقي، هذه من أجلك. أنا أطير. هاي سبونج بوب، لا أصدق أنه يمكنك حقا الطيران كما قلت في خطابك. بسيط، صديق المراسلة. بالتأكيد. أنت قلت إنك تموت. أموت؟ أوه، لم تقرأ الخطاب كله. انظر، مكتوب: أتمنى أن يمكنني رؤيتك تطير لأنني أموت. وها هي الورقة الثانية، كي أراك كطيار حقيقي يا سبونج بوب. المتسابقون، شغلوا المحركات وليبدأ التدمير الآن. لن أنظر، انتظروا، بل سأنظر. ما هذا؟ ماذا؟ هذا ليس جيداً. يا للحظ، يبدو أنني في طريقه. تشغيل الإشارة، ضبط المرايا، اليدان على العجلة، وأخيراً انطلاق.
ماذا حدث؟ ما الذي حدث يا رفاق؟ اسحقوا الجورب. نعم. يلف الجورب القارب بحركة جديدة عجيبة. حسناً، أعتقد أن أول ما يجب أن نفعله ياي، أول صورة لي في الحفل. أول صورة في الحفل لنا. لننهي هذا الأمر، هيا يا سبونج بوب. أنا قادم. هلا أسرعت. لحظة واحدة، أنا قادم. قادم. آسف. ستكون رائعة. لنصفق جميعا لسبونج بوب سكوير بانز. هيا يا سبونج بوب. أهلا أهلا بالسيدات والقناديل، هل لاحظتم الملاحات من قبل؟ نملأها كل ليلة قبل إغلاق المطعم، لكن ترى أين يذهب كل هذا؟ تعرفون ما أعني؟ والطماطم، ما خطب هذه الأشياء؟ أعني نقطعها شرائح صغيرة، لكن ما هي؟ خضر؟ فاكهة؟ وما هو تصنيف الكاتشب؟ يا إلهي، هذا الفتى فاشل. مساء الخير، أهلا بك في حفل مقرمشات سلطع الخيري النصف سنوي. شفيق، تبدو وسيما. دعني أرشدك إلى مائدتك. مائدتي؟ هوهو، رائع. بطاقة عليها اسمي. أهلا ومرحبا بكم في ليلة متميزة. أطلقنا على هذه ليلة اسم قروش لمن لا يملك. وقبل أن نعرض عليكم اللقطات التالية، أود أن أطلب منكم أن تشاهدوها لا بأعينكم بل بقلوبكم. ثلاث عملات، عملتان، عملة، لا قروش. وبما أنني أعرف أن هذه اللقطات يمكن أن تكون مخيفة للغاية، سأخبركم ماذا يمكنكم أن تفعلوا كي تنهوا هذه التمثيلية. تبرعوا بقرش واحد لي مستر سلطة، المعروف أيضا باسم الرجل الذي لا يملك قرشا. مستر سلطة. نعم. أود أن أتبرع بقرش. تود؟ ليت كان معي قرش. أعتقد نسيت مفتاحي. يبدو مفتوحاً. مفاجئ. حفل مفاجئ لي. أو نعم، كنت سأخبرك. مفاجأة. شكرا لكم جميعا، جعلتم هذا أفضل يوم ميلاد لي. قلبي الإسفنجي يقفز من الفرحة لأني أعرف أن سريعي يحبني وعائلتي ولدي حب أصدقائي وأعيش في أفضل مكان في كل العالم، قاع الهامور، حيث لا يحدث شيء سيء ولا يوجد أبدا شيئا أخاف منه. Me
من أكبر معجبيك. لدي معجب؟ مفاجأة! أنا القرصان باتشي! ميلاد سعيد يا سبونج بوب! شكراً يا باتشي! لم أفكر عندما ألقيت هذا الرأس في صندوق. لا أعرف حقاً ماذا أفعل. ما زلت لم أحصل على أغنية يوم ميلادي. ستحصل عليها. من عيد ميلاده تحت البحار؟ أنا. ولدي الهدايا والكعك الكثير. سبونج بوب سكوير بيت. فهيا نغني معاً الآن. لا صوت. هذا يوم ميلادي أروع صديق. هيا يا شباب. اليوم هو يومك وهو عيد ميلادك. لك الاهتمام ستحقق كل الأحلام. ستعاملين كما لو كنت إحدى الأميرات. أما اليوم يا فتى، كم كلفني كل هذا؟ ها هي الفاتورة. يجب أن بابي، لقد أعطيتني كل ما أريده. لا شيء يغلى على ابنتي لؤلؤة. عيد ميلاد سنجاب يا سعدي. عيد ميلاد سنجاب لك. أنتم جميعاً أفضل أصدقاء يمكن لأي كائن أن يحلم بهم. وقت الكعكة. لا عليك، معي واحدة إضافية. لا تحاول. شريحة الكاراتيه. استمتعوا بالكعكة يا رفاق، أعددتها خصيصا لساندي. لدي حساسية، هل هناك مكسرات في الكعكة؟ لا مكسرات. حسنا. إلا إذا كنت تعني الجوز. ماذا؟ أثق تماما أن الجوز من الفواكه. مفاجأة! عيد ميلاد سعيد! عيد ميلاد سعيد! عيد ميلاد سعيد! عيد ميلاد سعيد! عيد ميلاد سعيد يا شفيق! عيد ميلاد سعيد! عيد ميلاد سعيد! سلام يا شفيق! سلام! إنه ليس عيد ميلادي! بسيط، ماذا تفعل في البلدة؟ أشتري قبعة حفلات من أجل حفل عيد ميلادي. لا تقل إنك نسيت حفلي. نسيتها؟ كيف أنسى حفل عيد ميلادي صديقي؟ ها؟ حسناً، لقد نسيت شيئاً بالفعل. لا، لم أنسى. هل نسيت؟ كعكة عيد ميلادي. نعم، كنت على وشك شرائها، لهذا جئت إلى البلدة. أنسى كعكة عيد ميلادك؟ أنت مضحك. هيا عد إلى المنزل، سأشتري كعكتك يا فتى. أريد كعكة عيد ميلاد. هذه الأخيرة. آسف بشأن الجرب، هلا غيرناها لعيد ميلاد سعيد؟ هل تريدها أم لا؟ لن أنتظر طويلاً. نعم، ولا أنا. نعم. ليتذكر الجميع، حتى نهاية اليوم شمشون هو الرئيس. أهلا يا جدتي، يوم ميلاد سعيد. يسعدني رؤيتك ثانية يا جدة. من الذي دعا الحاسوب؟ أنت. حسنا، لقد حاولت. دعيني أساعدك في حمل حقيبتك. مرحبا بك يا جدتي في مقرمشات شمشون، أسميته باسمك.
حسناً، ألست حفيداً لطيفاً؟ أشكركم يا مرحباً، المساعدة رجاءً. عودوا إلى منذ زمن كنت وشمشون أفضل الأصحاب. أفضل الأصحاب؟ أصحاب منذ مولدنا حتى ومن قبل هذا. كانت الأمور بيننا رائعة. هذه المقاعد مريحة رغم أنها مجرد أوعية تخزين قديمة. يا زوجي، تسعدني رؤيتك تستمتع بعيد ميلادي. وأنا أيضا، أنا سعيد لأنك سعيدة يا عزيزتي. وأنا سعيدة أنك سعيد أنني سعيدة. وأنا سعيد أنك سعيدة أنني سعيد أنك سعيدة. سينعش هذا ذاكرتك. لا أريد ألغازاً يا فتاة، فقط أخبريني ما هي اللحظة التي يجب أن أفتخر بها. أيها الصغير الأخضر الأناني، اليوم عيد زواجنا. أوه فعلاً؟ أحمق. أنت نسيت وأنا أحضرت لك هدية رائعة. وستسلطع برجر؟ كيف حصلت عليها؟ أولاً ذهبت إلى مقرمشة سلطة. واحد سلطة برجر من فضلك. شكرا. لا يهم. ماذا؟ آسف لم أكن منصتا. حسنا أخبريني لاحقا. لن تحصل عليها قبل أن تحضر هدية لي من قلبك. ستكون هذه آخر مرة أظهر فيها في هذه البلدة. هكذا يكون الحماس يا شفيق. حسناً يا جمهور الكرة، لنصفق جميعاً لفريق قاع الهامور الموسيقي. يا لها من سمكة قبيحة. ربما يوجد مقلب مخلفات. أنا أشعر بالغثيان. هيا يا شباب لننهي هذا الأمر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة.